الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من مؤشر النيل بنستعرض فيه معا بالرأي والتحليل والأرقام معدلات وتحركات البورصة المصرية ومؤشراتها في المقصورة اليوم. تأكيد وكالة موريز لخدمة المستثمرين للنظرة المستقبلية للجهاز أو للنظام المصرفي المصري من سلبي إلى مستقر كان له أكبر من أثر إيجابي اليوم على التداول في البورصة وعلى ظهور سيولة جديدة. الأمم المتحدة تثمن جهود البورصة المصرية في خدمة التنمية المجتمعية، اتفاق القرن التاريخي بشأن برنامج إيران أو طهران النووي كان له أيضا أثار إيجابية على المستثمرين وفتح شهيتهم أيضا، وكذلك الاقتراب من حلحلة مشكلة الديون اليونانية. كل دي معطيات أدت إلى أثار أو أوتبوت إيجابي على البورصة المصرية اليوم، وكان اللون الأخضر بيسيطر على شاشتها مرة أخرى، وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 2.55% وبلغ مستوى 7882.62 نقطة. ارتفع أيضا المؤشر السبعيني بنسبة 2% وبلغ مستوى 427.89 نقطة. الارتفاعات شملت أيضا المؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا، وأضاف حوالي 1.7% إلى قيمته ووصل إلى 889.49 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 2.75%. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، وكان قطاع العقارات هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 28.82%، وتلاه قطاع الخدمات المالية كما نرى من الجرافيكس الموجود قدامنا بنسبة 24.6%. جاء قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 13.64%، بينما حل قطاع البنوك رابعا بنسبة 12.3%. فئات المتعاملين في السوق كانت متباينة إلى حد ما، ولكن غلبت عليها القوة الشرائية مرة أخرى، حيث اتجه المستثمرون المصريون في البداية نحو البيع واستحوذوا على نسبة 72.22% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه الأجانب نحو الشراء مستحوذين على 13.41%، كما اتجه المستثمرون العرب أيضا نحو الشراء مستحوذين على 14.37%. وكان ذلك في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع مستحوذين على 63.87% من إجمالي التعاملات، بينما حازت المؤسسات على نسبة 36.12% من التعاملات باتجاههم نحو الشراء. نتحدث عن الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق اليوم. تصدر سهم الأسكندرية لأسمنت بورتلاند بنسبة 9.99%، تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 9.31%، ثم سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 9.31%، ثم سهم العز للسيراميك والبورسلان الجوهرة بنسبة 8.57%. على العكس نتحول للأسهم الأكثر انخفاضاً كانت في السوق اليوم. سهم المجموعة المصرية العقارية لحامله بنسبة 7.95%، ثم تلاه سهم الأسكندرية الوطنية للاستشارات المالية بنسبة 4.54%، ثم تلاه سهم روبكس لتصنيع البلاستيك بنسبة 3.9%، وكان بعد ذلك سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 1.49%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اليوم نحو 8 مليارات جنيه، ليبلغ مستوى 482 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 516 مليون جنيه.
نتابع مشاهدينا هذا التقرير لتفاصيل أكثر عن تحركات مؤشرات البورصة اليوم داخل المقصورة المصرية، ثم نعود مرة أخرى نتابع. انتعشت حركة التعاملات بالبورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم قبيل جلسة واحدة من عطلة عيد الفطر المبارك. الارتفاع جاء بدعم من عمليات شراء ملحوظة من صناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمصرية، بدعم من حالة التفاؤل التي تسود أسواق المال في العالم بعد اتفاق اليونان مع الاتحاد الأوروبي والاتفاق النووي الإيراني وقرب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 482 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 516 مليون جنيه. وسطاء بالبورصة قالوا أن السوق أعطى مؤشرات إيجابية منذ نهاية جلسة الأمس نحو مزيد من التعافي وتخطي بعض مستويات المقاومة الأولية في ظل التحسن النسبي للسيولة وتحسن أداء بعض الأسهم القائدة مثل البنك التجاري الدولي ومصر الجديدة للإسكان وإعمار مصر للتنمية. خبراء بسوق المال أوضحوا أن مؤشر السوق الرئيسي نجح في تجاوز مستوى 7800 نقطة بأحجام تداولات مرتفعة نسبيا مدعومة بقطاع الشحن الذي يستعد لحفل افتتاح القناة التي سوف تسهم في نشاط القطاع وترفع من معدلات أرباحه مما سينعكس إيجابيا على أداء أسهم البورصة. المحللون أضافوا أن القوى البيعية تراجعت اليوم، كما بدأ سهم إعمار مصر في التحسن بعدما كان سببا رئيسيا في هبوط السوق في الجلسات الماضية، وتوقعوا أيضا استهداف المؤشر الرئيس للسوق مستوى 8100 نقطة على المدى القصير. قلنا لكم مشاهدينا بعد ما تابعنا التقرير بنبدأ معكم، نعتذر بالطبع عن عدم وجود ضيف لحلقة اليوم لأنهم يتمكن من الحضور لظروف ربما طارئة، علشان كده يعني هنحاول نجري مجموعة من الاتصالات الهاتفية. معنا على الهاتف أستاذ عادل عبد الفتاح الخبير بأسواق المال. بداية أستاذ عادل أهلا بك معنا وكل عام وحضرتك بخير. وانتم بخير يا فندم وجميع العاملين في البرنامج بخير. استاذ عادل، في مجموعه من العوامل الاكثر من ايجابيه وكان ليها ايضا اثار على ظهور اللون الاخضر او استمراره يعني منذ الاسبوع الماضي على شاشات البورصه، زي ما قلنا يمكن تصنيف وكاله او تاكيد وكاله موديز لخدمه المستثمرين ان النظره المستقبليه للنظام المصرفي المصري من سلبي تغيرت من سلبي الى مستقر، ايضا بداية ربما حلحلة الأزمة اليونانية، مجموعة كبيرة من الأسباب، ربما ظهور طروحات جديدة بعد عيد الأضحى زي ما وعد رئيس البورصة، كل دي أسباب ربما كانت وراء ظهور اللون الأخضر مرة أخرى، كيف تعلق؟ الحقيقة زي ما شرحت كده حضرتك، هي الأسباب تجمعت وكانت مؤشر لأن السوق ممكن يحدث فيه ارتدادة، وإن كان طبعا معظم المحللين الخبراء ما توقعوش أو ما يدروش يعرفوا الارتدادة دي توقيتها إمتى. هي بدأت امبارح، ويمكن بدأت امبارح بفعل، طبعا احنا كنا في الفترة الأخيرة كان الأثر السلبي الأكيد على السوق كان بفعل سهم إعمار. نزول سهم إعمار عن سعر الاكتتاب من ثاني يوم تداول أو يمكن من أول يوم تداول، ففعلا كانت معظم نفسية المتعاملين كانت محبطة. أما ابتدى سهم إعمار امبارح يرتد إلى أعلى، ده كان عامل مؤثر لبداية إن شاء الله تصحيحة قوية في السوق المصري، طبعا مدعومة بالأخبار اللي حضرتك ذكرتيها دي، عملية التصنيف، عملية الموضوع اليونان وحل أزمة اليونان، الحديث عن طروحات ده حل للسوق إن شاء الله طويل المدى، لأن السوق إن شاء الله أما هيحدث فيه طروحات متتالية ممكن الطروحات دي بيكون تأثيرها في بعض الأحيان على السيولة سلبي، إنما على المدى المفروض إن شاء الله بإذن الله هتأثر على السيولة بشكل إيجابي جدا، لأنها بتعمل على جذب أموال للاكتتابات ثم يعاد تدوير هذه الأموال مرة أخرى في البورصة، فده إن شاء الله على المدى المتوسط والطويل
سيؤدي إلى زيادة قيم التداول في البورصة المصرية. نعم أستاذ عادل عبد الفتاح، أرجو أن تبقى معنا. نتحول لأستاذة رانيا يعقوب خبير أسوال نال. أستاذة رانيا، عادة بيسيطر بعض القلق والحذر من قبل وجود إجازات، وإحنا على مشارف بداية أجازة عيد الفطر المبارك، كان على العكس، يعني كان هناك تصحيح أو صعود في السوق، ووعد من رئيس البورصة بوجود على الأقل 3 طروحات عقب أجازة عيد الفطر المبارك، كيف قرأت ذلك؟ ألو أستاذة رانيا؟ ألو، فقدنا الاتصال بأستاذة رانيا. يعني أحب أطرح سؤالي على أستاذ عادل مرة أخرى، ولكن يعني تقريبا نص السؤال، لأنه نصه تقريبا كان جاوبه أستاذ عادل. أستاذ عادل، الأطروحات اللي وعد بيها رئيس البورصة المصرية دكتور محمد عمران بأنها إن شاء الله ستظهر عقب إجازة عيد الفطر المبارك، إزاي حضرتك قريت التصريحات دي؟ زي ما قلت لحضرتك، طبعا السوق فعلا في الفترة اللي فاتت كنا بحاجة شديدة لعملية طروحات جديدة وضخ دماء جديدة في السوق، لأن معظم الأسهم احنا شفنا في الفترة اللي فاتت في أسهم قيادية كبيرة خرجت من السوق، وأصبح السوق بيفتقد إلى القيادة اللهم إلا من بعض الأسهم مثل البنك التجاري الدولي. كنا فعلا بنعاني من الوزن النسبي العالي للبنك التجاري الدولي وتأثيره على السوق سلبا وإيجابا بنسبة عالية جدا، بما لا يتناسب طبعا مع بقية أداء السوق. طبعا الطروحات إن شاء الله القادمة زي ما قلنا هي بتبقى ضخ دماء جديدة في السوق فتشجع، ولكن نتمنى ما نتمناه إن شاء الله بإذن الله إن هذه الطروحات أولا تكون شركات قوية وذات ملائمة قوية، والعامل التالي مهم جدا إن السعر الصرح يعطي فرصة للمستثمرين لتحقيق أرباح لإعادة الثقة مرة أخرى للإكسابات وإعادة الثقة للبورصة. يعني نتمنى ذلك. أستاذ عادل عبد الفتاح الخبير بأسواق المال، شكرا جزيلا لك، وكل سنة وحركة طيبة. فن نتحول لأستاذة رانيا يعقوب الخبير بأسواق المال. عادت إلينا أستاذة رانيا، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. واحنا بنتكلم النهارده عن اجازه عيد الفطر المبارك، والترقب دايما بيكون والقلق بيسيطر علينا، ولكن في مجموعه من ربما الاسباب الايجابيه اللي كانت وراء صعود اليوم، فكيف ترين ذلك؟ اهلا بك يا فندم، وكل سنه وحضرتك والساده المشاهدين بكل خير. يمكن حضرتك لو تتذكري خلال اخر حلقه كنا مع بعض فيها، يمكن كنا بنتكلم ان النشاط من المتوقع ان اداء سهم الاي جي اكس 70 او الاسهم الصغيره والمتوسطه ان احنا نرى فيها نشاط، خاصه ان هي مستعده للدخول في عمليه ما يسمى بالاداء التجميعي بعد عمليه الهبوط القويه اللي منيت بها البورصه المصريه على مدار الفتره الماضيه. يمكن اغلب الاسهم الصغيره والمتوسطه وصلت لمراحل دعوم تاريخيه وهامه. لاحظنا مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي بدء عمليات شراء انتقائي على أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة. يمكن كنا متوقعين خلال هذا الأسبوع إن احنا نشوف انعكاس لهذا الأداء، وشفنا فعلا بالفعل نشاط قوي وواضح وملحوظ. ولكن ما يميز جلسة اليوم هو ارتفاع أحجام التداول في جلسة صاعدة مع كسر مستوى للمقاومة، ولكن يخليني أقول إن ده هيبقى لسه مازال في إطار الارتداد، خاصة إن احنا محتاجين نأكد هذا الصعود مع كسر مستويات منطقة 7900 ومناطق 8000. ولكن بصورة عامة الأداء السوق هنعتبره أداء إيجابي في ظل ظروف محفزة، ويمكن لأول مرة السوق المصري يستجيب للظروف المحفزة على كنا بنتكلم عن الاستجابة دي فعلا في آخر يعني من يومين تقريبا يوم الحد، إنه ما كانش فيه استجابة ولا من المستثمرين الحقيقة ولا من السوق منذ فترة لأي أخبار إيجابية، ولكن الحقيقة الحمد لله بدأ يبقى فيه تغيير. هو التغيير زي ما حضرتك ذكرتي احنا بنشوفه النهاردة، ولكن خليني أقول برضو أتصرف بحاجز الحذر ان احنا لسه تحت مناطق مقاومات هامه. لسه احجام التداول رغم ارتفاعها اليوم، ولكن مش هي دي الاحجام اللي احنا منتظرينها مع طلوع السوق من بعد عمليات الهبوط القويه. بس خليني برضو ما زلت اكد لحضرتك تتذكري كنا بنتكلم على دور المؤسسات، حتى الان علامه استفهام كبرى
أين مشتريات المؤسسات المصرية؟ اليوم لاحظنا مشتريات من الأجانب والعرب، وما زالت مشتريات المؤسسات المصرية عليها علامة استفهام كبيرة في ظل هذه المنطقة الحرجة من الأسعار اللي تعتبر أسعار جاذبة. طيب أستاذة رانيا، بتطرحي سؤال يمكن احنا كمان بنطرحه، اللي هو دور المؤسسات، ولكن اليوم كان في اتجاه من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية إلى حد ما نحو الشراء، خاصة بعد يعني بعد بعض الأخبار الإيجابية الجيوسياسية العالمية، منها طبعا الاتفاق اتفاق القرن بين مع طهران ودول الست، واقتراب ربما حالة أزمة اليونان، وأيضا قرب موعد افتتاح قناة السويس، فرأي حضرتك في ده؟ طيب، ان البورصة المصرية يمكن ما كانتش ناقصة اخبار او ما كانتش منتظرة اخبار ايجابية على مدار الفترة الماضية فندم. لو تلاحظي كان في كثير من الاحداث والاخبار والسياسات اللي بتنتهجها الحكومة بيتم الاعلان عنها، منها السير في خطوات اصلاحية، من تقليل من ضبط منظومة الدعم. مصر تم رفع التصنيف الائتماني بها خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، كان عندنا عدة مشاريع تم الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ، وخليني بس هنا يعني هقول نقطة أخرى خاصة بمؤتمر شرم الشيخ، كل هذه الأمور كانت إيجابية ولكن السوق لم يتعامل معها. يمكن السوق ما كانش منتظر أخبار أحداث عالمية أو أحداث محلية على قد ما السوق يمكن كان منتظر علاج للسيولة، ودي اللي احنا بنتكلم عنها. يمكن بقول أتوقع أن الربع الفاضل من هذا العام أو الربع الأخير من هذا العام قد يشهد استجابة لحركة السوق، قد يشهد تعاملات إيجابية بالنسبة للسوق مع الأحداث المخيفة. عندنا استحقاقين هامين وهما استحقاق سياسي واستحقاق اقتصادي، مجلس الشعب ومجلس الشعب. خليني أقولك أن ما تم في شرم الشيخ يمكن بينتظر وجود برلمان حتى يتم تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. فأتوقع بعد وجود مجلس الشعب في مصر إن إحنا نرى طفرة في أداء هذه المشاريع، خاصة إن الكثيرين يعيبون لماذا حتى الآن أغلب هذه المشاريع معلقة ولم نراها على أرض الواقع. يمكن دي أحد الأسباب. وطبعا السبب الثاني وهو استحقاق اقتصادي وإفتاح قناة السويس وما سيليه من عجز مشاريع خاصة تنموية خاصة بتنمية الإقليم، وما تم الإعلان عنه من شأن تنمية هذا الإقليم وجعل هذه المنطقة منطقة تجارة عالمية. فبالتالي ما زلت بقول إن يعتبر الربع الأخير من هذا العام هو الأهم بالنسبة لنا وهو محط اهتمام الاقتصاد المصري. نعم أستاذ رانيا، لو قلنا أنه يعني إلى أي حد عادت الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير لقيادة السوق، خاصة بعد تطبيق التعامل بالجنيه المصري عند تحصيل مبيعات شهادات الإيداع الدولية بالجنيه وليس بالدولار؟ يمكن خلال الثلاث جلسات الماضية لاحظنا بعض الهبوط القوي البنية بيه، وخليني أتكلم عن الأسهم بالوزن النسبي الأكبر اللي كان دايما مسار حديث واهتمام وجدل في السوق، هو السهم السي اي دي اللي وصل لمناطق 49 خلال عمليات التصحيح، قدر ان هو يرتد تاني. ولكن خليني اتكلم ان احجام ارتداده او احجام الصعود او احجام السيوله اللي داخل هذا السهم وبعض الاسهم القياديه الاخرى يمكن مش بنفس القوه اللي داخل الاسهم الصغيره والمتوسطه. يمكن النهارده بنلاحظ اغلب هذه الاسهم بتكسر مناطق مقاومات تاريخيه، مقاومات ليها مش هنقول تاريخيه لكن بتكسر مناطق مقاومات. اغلب هذه الاسهم حتى اخر لحظه في الجلسه بنلاحظ ان في قوه ايجابيه من جانب المشتري، ده بيدينا مدى كان استعداد هذه الاسهم. لكن خلينا نقول ان السوق الاسهم القياديه والاسهم الصغيره المتوسطه بيتحركوا مع بعض بالتوازي في نفس الاتجاه الصاعد، واللي بيعتبر حتى الان حركه ارتداديه تصحيحيه. حركه ارتداديه تصحيحية. طيب برأيك ممكن تستمر الحركة دي إلى ما بعد عيد الفطر المبارك؟ خليني أتكلم يمكن الإغلاقات جلسة اليوم، أتوقع أن جلسة بكرة يمكن نشوف فيها استمرار هذا الارتفاع، ولأني أتوقع من الطبيعي أن احنا نرى عمليات جني أرباح وإعادة تشغيل بعض الأسهم اللي يمكن ما صعدتش بنفس القوة خلال الكام يوم الماضية. ولكن بالنسبة لبعد العيد أتوقع إن بعد العيد هنشوف أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، هيكون أداء أهدى قابل للصعود في الفترة القادمة. عندنا مستويات مقاومة هامة جدا لمؤشر الإي جي إكس 70، أتوقع إن السوق يدخل، وأتمنى إن إحنا يمكن ما نتحركش بصورة صعود قوي مرة واحدة، لا أتمنى إن السوق يدخل في مرحلة تجميع علشان تديله الزخم اللي يقدر يكسر بيه مناطق المقاومة اللي كنا بنتكلم عليها.
سؤال ربما يعني يتردد في ذهن الكثيرين وخصوصا المواطن البسيط، ما هو نطاق تأثير الاتفاق الإيراني وأيضا اقتراب التوصل إلى حل لأزمة اليونان على مصر بوجه عام وعلى المقصورة أو البورصة المصرية بوجه خاص؟ خليني أتكلم، يمكن النطاق، يمكن الخلاف الإيراني النووي يمكن ما كانش ليه تأثير قوي على الاقتصاد المصري على قد ما هو ليه تأثير قوي على منطقة الخليج واقتصادات هذه المنطقة اللي بتقوم بشكل، لأن هندخل فصل جديد، أكيد فصل سياسي جديد للمنطقة كلها، فأكيد هيبقى ليها تأثير، خاصة ان هذا الاتفاق يمكن كان، او هذا الخلاف القديم والاتفاق اليوم يمكن كان ليه تأثيرات اقتصادية على الاقتصاد الايراني من عقوبات وعدم دخول ايران بقوتها في سوق النفط حتى الان بصورة رسمية، ولكن مع وضع حد والفصل الاخير لهذا الخلاف من المتوقع ان يتم مناقشة العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران، اتوقع ان هيكون تأثير ايران قوي على سوق النفط، فبالتالي كمان نشوف من الدول اللي هتتأثر بصورة الأكثر يمكن الدول المصدرة للنفط ومنها الدول العربية في منطقة الخليج، ودي مجرد رؤية شخصية. خليني أتكلم إن وارد بقى دخول اقتصاديات هذه المنطقة رغم محاولتها للحفاظ في أزمة البترول الماضية على معدلات الصرف، على مشاريعها، على ما تم الإعلان عنه في ميزانيتها، ولكن أتوقع إن هي هتتأثر بصورة كبيرة بأسعار النفط العالمية اللي قد تتجه للانخفاض مع زيادة المعروض الإيراني، فبالتالي أتوقع فكرة لما كنا زمان بنتكلم إن هذه الدول هتتغير طبيعة ونمط إنفاقها الحكومي لأنها هتبتدي تدور على أماكن ذات عوائد أعلى، أعتقد إن مصر هتكون من الدول اللي ممكن تستفيد من هذا الأمر. طب بالنسبة فيما يخص أزمة اليونان، يعني في ناس كتير بتشوف أنه بالعكس، يعني لو اليونان خرجت ممكن ما يمثلش لدولة زي مصر مشكلة، رغم أنها ممكن تؤدي أكيد لأزمة شبيهة بالأزمة الاقتصادية العالمية من 2008، ولكن البعض يرى أنه إزاي وإحنا دولة بتستورد معظم منتجاتها من الاتحاد الأوروبي، فبالتالي ممكن يكون في موجة من في أزمة مالية لكن في موجة من انخفاض الأسعار، لكن حضرتك بتحللي ده إزاي؟ إحنا بندور في دائرة أو في سايكل زي ما بيتكلموا عنه. يعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مكان مصر بتتعامل معاه على مستوى النشاط الاقتصادي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. حدوث أزمة، يمكن خلينا بقى نقول عندنا إحنا مش بنتوقع، لا إحنا شفنا على مدار أزمتين، أزمة في دبي وأزمة عالمية، قد إيه الأسواق كلها تأثرت. إحنا مش بنعيش في معزل، أو الاقتصاد المصري مش بيعيش في معزل، وما زال اعتمادنا على الخارج بصورة كبيرة. أزمة اليونان أكيد هيكون لها تأثير على الاقتصاد المصري، ويعني خلينا نقول بقى موازين القوى على مستوى العالم. ببساطة مش عشان حجم اليونان داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن ما سينتج من خروج هذه الدولة من الاتحاد الأوروبي وما سيتبعه من تأثر بعض الدول الضعيفة زي ما تم الإعلان والاقتصاديات الضعيفة زي أسبانيا والبرتغال والاقتصاد الإيطالي والاسكندنافيين، إلى جانب أيضا إن خليني أقولك إن في بعض الدول الكبرى اللي هي الدول الدائنة ستتأثر ميزانيتها ومعدلات صرفها ومعدلات نموها بهذه الأزمة، يعني نظرا بقى لتأخر أموالها اللي أقرضتها لهذه الدول. فبالتالي مما لا شك فيه ومع احترامي لتفكير الكثيرين، لا مصر ستتأثر بصورة كبيرة جدا، الاقتصاد العالمي ممكن يدخل في نفق الله أعلم هنقدر نخرج منه إزاي، ويمكن مدى اهتمام هذه الدول بعدم خروج اليونان هو اللي خلاها تقبل بعد خدمة المساعدات الماضية اللي أعطتها لليونان، تقبل للمرة الثالثة مساعدة اليونان وأعطاها حزمة مساعدات جديدة بشروط كمان مع احترام كلمة لا التي صدرت في الاستفتاء اليوناني. فبالتالي ده بيدينا هنا إشارة لمدى أهمية أو عدم خروج اليونان وتفكك هذا الاتحاد. طبعا ده أكيد، لأنه زي ما قلت ليها أثر كبير جدا على دول الاتحاد الأوروبي نفسه، وأيضا ستمتد هذه الأثار إلى ما وراء الاتحاد الأوروبي وكل الدول اللي بتتعامل معه. أستاذة رانيا يعقوب خبيرة سوق المال، مشكورك جدا، كل سنة وأنت طيبة، وبنأكد مرة تانية 4 أيام إجازة للبورصة المصرية والبنوك المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله عليكم مشاهدينا بالخير واليمن والبركات، وتحياتي.